سلام صحابتي العزاز، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. توحشتكم بزاف 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 بزاف، ما تصوروش قداش. ولكن هاد الايام كنت مشغوله بزاف بزاف، ولا توقع عليا واحد الحاجه في القناه ديالي، هو انني ما بقيتش كنقدر واحد نحل. او ماي جاد، غير بغيت نخرج السينما، ما نقدرش نكمل الفيديو ولا غابه سيمانه. ما عرفتش شكون فيكم اللي كيخاف من الحين، بلاك نموت منه. يا ربي تخرج. المهم البنات، قلت لكم هو انني زعما مابقيتش كنقدر نجي ونحط شي فيديو غير هكا وصافي. لي فلوغ ما نعرف، يعني لي فلوغ غير في الدار المدرسه، يعني الخدمه وداكشي ما كيجيونيش، يعني شي حاجه ما بغيتش، ما عرفتش، ما كنحس براسي ما كنعطي حتى شي حاجه. يعني اكيد نهار نبغي ندير فلوغ غنكون داك الفلوغ حقاش خارجه شي بلاصه، نوريكم شي محلات، نعاود لكم شي حاجه، يعني بحال لي فلوغ فيه معلومات وبغيت نهضر معكم، يعني تكون فيه واحد الحاجه، ماشي غير نوريكم شنو درت في النهار، سينو تكون داخلين فيه بزاف ديال الحاجات واكيد تشوفوا شنو درت ديك النهار. ولكن ماشي غير شنو درت في النهار وصافي، شنو درت مشيت خرج دخلت صافي، نو هذاك الشيء ما بقيتش بغيت نديرو نهائيا. ويمكن ما عمري درتو، ديما كنت كنشارك معكم زعما في الفلوغات ديالي، يا اما اكل، يا اما مؤخرا خروج، يعني كنوريكم محلات، ضروري كنور نهضر معكم في شي حاجه اللي تقدر تفيدكم. لهذا كما قلت لكم وليت كنتعطل، ما كنحطش فيديوهات لانه ماشي هدفي صراحه من القناه، هو زعما غير بقى نحط فيديوهات فيديو 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 ونطلع ونطلع ونطلع، لا هدفي هو قناتي تكون يعني في المستوى تعجبكم. نبقى انا هي اللي كنت ديما وصافي، ما نتبعش يعني الموجه باش قناتي تكبر وباش زعما المشاهدات يزيدوا عندي. اكيد ماذا بيا يزيدوا عليا المشاهدات وزيدوا بناتي يزيدوا كترو 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 كترو، ولكن بالمحتوى ديالي ماشي بنتبع الناس شنو كيديروا. وصافي صحباتي العزاز، دابا غادي نبداو نجاوبكم على الاسئله ديالكم. واحد السؤال اللي كتسولوني بزاف البنات في البريفي في الانستغرام، لانكم لاحظتوها فاش كنت كنمشي نقرا، دائما كندير لكم ستوري، كنصبح عليكم، كنقول لكم نهاركم مبروك، كنعاود لكم شي حاجه في الوقيته ديال الاستراحه ديالنا وداكشي. ولكن مؤخرا مابقيتش كنبان اصلا، مابقاش كنبان نهائيا في ستوري بزاف. لهذا بزاف منكم سولتوني عواطف، شنو درتي في القرايه، شنو وقع، واش خليتيها، وشنو. لهذا كنت علاش لا غنجاوبكم على هذا السؤال. بالنسبه لبنات القرايه، صراحه في شهر واحد كنت غادية في الاول مزيان، بعد مني بديت دانيا شوب صراحه بديت كنتعصب، لانه ما عرفش نوفق بين دانيا شوب، يوتيوب، انستغرام، قرايتي، داري، بنتي اللي هما اكيد هما الاولين، هادشي ما قدرتش نوفق بيناتهم. وليت كنتعصب بزاف، مثلا كتجي العشيه وانا كنشوف راسي باقي ما كملتش الشغال، باقي ما جاوبتش الناس في انستغرام على حساب الشيلان، خصني نوجد السلعه، خصني نقاد كلشي. سمحوا لي، يعني البنات كنت بحالي تعصبت وما نعرف، يعني واحد الوقيته صافي ما بقيت ندير حتى شي حاجه بحالي، ودرت بزاف ديال الحاجات دقه واحده حتى ما بقيت ندير حتى شي حاجه صافي. لهذا البنات بقيت صراحه 15 يوم ديال العطله كامله وقبل العطله بسيمانه يمكن، وانا غير كنفكر شنو ندير، باغي نخلي قرايتي وما ساخيش بها، لانه واحد الحاجه اللي زعما بغيت نرجع ليها، ماشي حقاش باش نخدم شي خدمه ولا سينو، غير باش ندق في راسي باش نعرف شحال من حاجه ما قريت ما عطيتهاش وقتها. ديك الساعه في وقتها كنا كنقراو، ما كنتش ديك الساعه نكونسونطرا مع قرايتي، دابا بغيت نكونسونطرا مع القرايه باش نتعلم شحال من حاجه اكيد الا كانت غتفيدني في الخدمه وداكشي، يعني شي حاجه ضروري، يعني شي حاجه غتفرحني. ولكن اكثر حاجه اللي بغيت هو انني نزيد في المستوى الدراسي ديالي باش نزيد في الثقافه ديالي ونزيد نتعلم شحال من حاجه. يعني ما كتعرفوا يعني العلم شي حاجه اللي واخا توصل عندنا 50 60 70 80 عام، يعني حتى نموتوا قد ما زدنا شي حاجه استبدنا منها احسن. لهذا كنت علاش لهذا العام هذا نرجع، بنتي كتمشي للمدرسه انا نمشي نقرا غنرجع ديك الساعه نوجد. المهم ولكن ما كانش البلان صراحه ديال دانيا شوب داخل في هذا الشيء. فاش كنت بديت زعما في شهر 8 فاش كنت كنفكر سي كان عندي شي بلان غندير شي مشروع، ولكن ما كانش يعني دانيا شوب، ما كنتش واضح وما كنتش مجربه صراحه يعني مشروع بحال هذه الطريقه. كنت نجرب تخريبيقات في داري وداكشي، ولكن هذه بالضبط الحمد لله مع نجحات، يعني ما قديتش نوفق بيناتهم. يعني وصلت كما قلت لكم لدرجه انه بالليل كنحس بالاغوبيه وكنحس براسي تخنقت، كنحس براسي باغي نبكي. فاش كيكون عندي امتحانات كنبغي نحفظ الامتحان في السوق، دايره بالي واش غتوصل لا كوموند بقا دال البنات، واش لا انت غيوصلوني الالوان الاخرين، انت غيوجدوه، هضر مع هذا واش انت وجدوا لي الالوان، اش من كوليكسيون غنختار لهاد المره. المهم يعني بحالي ولات دنيا شوب معمره لي راسي، ما كنقولش هادشي زعما انا كتدخل لي الالف ديال الاوروات لحقاش نو. يعني كما كتعرفوا اي مشروع في البدايه ديالو كيكون زعما كتخسري من جيبك حتى من بعد 3 شهور 4 شهور 6 شهور وشي مرات حتى العام عامين عاده باش كيبان يعني المدخول لي نقولوا زعما راك نجحتي في المشروع ديالك. اما حاليا زعما في ديك الوقت فاش يلاه بديت وحتى دابا، يعني كما كتعرفوا كما قلت لكم مشاريع في الاول ماشي بحال زعما في الاول خصك تعطي من جيبك وتعطي من وقتك باش تنجحي.
علي هذا البنات ماشي زعما على الفلوس ولا شي حاجه، سينو حلمي، حلمي يكون عندي مشروعي الخاص. من دائما كنحلم نخدم في محلات ديال الحوايج ديال الموضه، اللي قلتها لكم ملي كنت صغيره كنت نحلم نخدم مثلا في زارا ولا نبير داكشي، ولكن من بعد مابقاش عندي حلم اني نخدم دوك المحلات، سينو بغيت يكون عندي الماركه ديالي ولا المحل ديالي. ولهذا فاش فكرت ندير دانيا شوب، اكيد دابا باقي ما يعني ماركه ماشي موثقه، ماشي زعما نقى ماشي ماركه عالميه، ماشي كنبيع زعما عندي سيت اونلاين ولا عندي محل خاص بيا نو، ولكن بديت بهذه النقطه هذه لعل وعسى ان شاء الله ربي يعاونني ونمشي بعيد من قال. يعني انا كنحاول وديما كان كيعجبني صراحه هادشي ديال الكوميرس البيع والشراء، كنحس براسي كنخدم فيه مزيان، يعني كنحس براسي في دمي، ماشي زعما انا كنتصنع ولا خصني باش نبيع لك الحاجه نبيعها لك وصافي نو، كنحس بيه يعني شي حاجه يعني كي اباسيون، يعني كنحبها كنبغيها من اعماق. لهذا تحطت في ديك النقطه ديال شنو ندير ما شنو ندير، واش نخلي القرايه، واش نخلي دانيا شوب، واش نخلي يوتيوب، واش نخلي انستغرام. خص ضروري شي حاجه تحيد انستغرام صراحه، ما كياخذش مني وقت بزاف لانني كما كتلاحظوا ما كنحطش ستوريات دائما دائما دائما، كنحط ملي كيكون عندي وقت، ملي كنبغي ندير لكم شي تصويره ولا بالحق ماشي منو عليك كنبقى هازه وكنهضر معكم. ماذا بيا صراحه والله الا ماذا بيا، ولكن ما كاينش الوقت. لهذا كنقول لكم زعما انستغرام ما كنعطيش وقت بزاف، كنعطي وقت مره مره نطلع التصويرات فيه نجاوبكم مره مره وهذا وغادي هكاك. فين كنعطي الوقت زعما وكنخمم بزاف هو يوتيوب، لاني في يوتيوب كنبغي نحط لكم افكار جديده، ملي كيكون عندي لي كولابوراسيون خصني نخدم عليهم، يعني عندي بزاف ديال الحاجات، هادشي كيعصبني. يعني كاين يوتيوب خصني نختار بين يوتيوب ودانيا شوب وقرايتي، يعني ثلاثه الحاجات مهمين في حياتي وبهم بثلاثه كنخدم فيهم. يعني قرايتي خصني نحفظ ليها، خصني نوجد ليها، خصني راكم عارفين نهار على نهار. دانيا شوب خصني ضروري نجاوبكم كل نهار كل نهار كل نهار، كاين شي مرات حتى السبت والحد كنجاوب فيهم، يعني نوجد لا كوموند ونخدم على كوليكسيون على الالوان، مهم خدمه يوميه. ويوتيوب كذلك افكار كنقلب، واخا كما كتلاحظوني مؤخرا مابقاش كنحط بزاف لان كما قلت لكم عندي افكار ولكن كنقلب كيفاش نطبقهم، يعني هادشي باش باقا وحله صافي. وبقيت كنخمم مع راسي شنو هما الحاجات زعما القرايه كما قلنا، بغيت نتقف راسي ونزيد نتعلم اكثر، قلت علاش لا القرايه نقدر نخليها حتى العام الجاي. دانيا شوب هذا حلمي، يعني حلم يعني كلهم احلامي، ولكن دانيا شوب من الاحلام الكبرى، يعني اللي زعما حلمي الا مشيت نجحت فيه غنكون حققت اكبر حلم عندي، هو اني تكون عندي كما قلت لكم ماركه ديالي. لهذا قلت علاش لا دانيا شوب ما غاديش نتخلى عليها، غادي خصوصا انا لقيت الحمد لله اقبال كبير منكم، دعمتوني بزاف، يعني بزاف ديال البنات دابا وليتو اللي كنت في القناه وليتو من الكليانات زعما اللي دائما فين ما حطيت شي لوان جداد كوليكسيون جديده كتدخل تشري، يعني ثقتكم ثقتكم فيا وفي دانيا شوب خلاتني ما عرفتش كيفاش نقول لكم، كتمشيو ليا شي مرات اللغات كتمشي لي الكلمات، خلاتني نتشجع ونزيد لقدام ونبغي نزيد بها لقدام. يعني نتوما بحال اللي فتحتوا لي عينيه وخليتوني نزيد نتشجع ونخلي زعما كما قلت لكم هي قرايتي ونعطي الوقت لدانيا شوب. صافي فكرت نخلي قرايتي، وتخيلوا بقيت 15 يوم البنات ما كنعش مزيان ما كنفيقش مزيان، يعني ضرني قلبي وتنحس بواحد الاحساس غريب اني غنخلي قرايه وضرني قلبي، ولكن بقيت شويه بشويه كنعطي هاد الكلمات لراسي مع راسي مع زوج ديالي كان مع صحاباتي اللي كيعرفوني شنو كندير في حياتي وداكشي مقربات، كنهضر معاهم في هذا الموضوع وكان يعني كنحاول نهضر معاهم داكشي اللي بغيت نقنع به راسي، هو ان القرايه ما غتهربش، دانيا شوب خصها وقت باش تكبر، يعني ما يمكنش تخليها دابا وترجعي ليها العام الجاي نو، يعني خصك تعطيها وقت 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 باش تكبريها، يعني راكم عارفين المشاريع ماشي كيبغيو توقفي شهرين وترجعي 3 شهور نو، خصك تبقاي فيها دائما. اما القرايه نقدر نحبسها، نقدر نقرا الحر يعني في داري ونقدر ندير امتحانات، هذه اكيد ما غنديرهاش لانه كما قلت لكم ما عنديش الوقت، يعني القرايه ما غاديش تهرب، نقدر العام الجاي نرجع نقرا، وكيف ما قلت لكم القرايه ماشي كنقرا باش نمشي ندير شي حاجه ولا باش نخدم بها سينو غير باش نتقف راسي. لهذا قلت علاش لا غادي نخلي القرايه، واخا هكاك بقى قلبي كيضرني كيف ما قلت لكم، بقيت كنهضر في هذا الموضوع وكنقنع راسي كنهضر مع الناس ديالي كنهضر مع راسي حتى قنعت راسي الحمد لله. غير البارح تفكرت القرايه وانا نقول واو الحمد لله نسيتها زعما، اما الصراحه فاش يلا فاش سالت العطله وبداو الناس كيدخلوا وبداو صحابتي كيسولوني عواطف فاش غادي تجي تقراي، مثلا البنات اللي كنمشي معاهم للقرايه تقول لي عواطف فاش غادي تجي اليوم واش غادي غدا، ما بغيتش نقول لهم راني خليتها حتى ناخذ قرار يعني نهائي، صافي حتى خديت قرار نهائي وقلتها لهم صافي ديك الساعه بحال حسيت براسي ارتاحيت وحسيت براسي صافي القرار يعني صافي نهائي لا رجوع فيه، وصافي خليت القرايه واخا كنت بغيت خلي جوج مواد لاني يعني ما سخيتش قلت غنخليها جوج مواد نبقى نمشي لهم لان ما فيهمش الحفاظه بزاف، ولكن في الاخر قلت عواطف صافي نحيدي القرايه كامله وهني راسك وخليت القرايه كامله. واحد الحاجه اللي بنقول لكم هو انهم هنايا في اسبانيا راه تقدروا تقراو مواد مثلا هذا العام تنجحوا ثلاثه خصوصا في الكوارتو دي لايسو، تقدروا الا نجحتوا ثلاثه العام الجاي ديروا داك السبعه اللي باقي لكم ولا خمسه ولا سته، يعني اللي نجحتوها كتبقى لكم ناجحه، يعني العام الجاي كتحيدوها، مثلا نجحتوا هذا العام مع المات العام الجاي ديروا داكشي الاخر والمات لا، يعني نقول لكم هذا الحاجه بالنسبه للبنات اللي بغيتوا تقراو داكشي. وصافي
صاحبتي العزاز هادشي هو اللي كان، هو يعني هذا هو القرار اللي كنت اخذت، هو نخلي القرايه باش نعطي وقت لدانيا شوف ونبقى في يوتيوب، ما نخليهش لانه يوتيوب تا هو حلمي وبديته مش حال هذا وما نقدرش نتخلى عليه، ماشي على الفلوس لحقاش كما قلت لكم لا جيتو تشوفوا الفلوس، انا ممكن هي اكفس يوتيوبرز في هاد يوتيوب هذا اللي كنتخلص، يعني نقدر اكفس وحده يعني من اللي عندهم 80,000 وعندهم مشاهدات اللي عندهم، يعني انا هي اكفس وحده لاني ما كنحطش الفيديوهات راكم لاحظتوا مؤخرا والو 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 والو، لانه يعني كون باغي الفلوس غنبقى نحط كل نهار ما على باليش المحتوى، نتوما يعني الناس اللي عز عليهم انا غادخلوا تشوفوا اي حاجه كنحطها، يعني اكيد يعني حطت فلوغات حطت مشتريات حطت هذه غادخلوا تشوفوها، ولكن انا لا ما بغيتش نبقى نحط داكشي بزاف بزاف، اكيد بغيت الفلوس كل ما بغاش الفلوس كون باغي الفلوس، ولكن انا ما بغيتش دوك الفلوس اللي غادي نبقى انا نحط شي حاجه ما عجبانيش، لاني صراحه من النوع اللي كنبقى نمرض راسي وكنقول يعني باللي لا داكشي كندير ما عجبنيش علاش كنديرو، ولهذا علاش انا غادي نمرض راسي على جوج دريال، الفلوس كتمشي وكتجي، اللي كيبقى هو ان كما قلت لكم بغيت نزرع ونخلي واحد المحتوى زوين في قناتي على الاقل نكون انا مقتنعه به وانا باغاه وصافي، الا كنت انا مقتنعه به وانا باغاه ديك الساعه اللي بغاني مرحبا واللي ما بغانيش مرحبا، ما حقلك ديري شي حاجه انا ما مقتنعش بها غنبقى ديما نلوم راسي، ولو الناس تعجبهم ديك الحاجه انا ما غاديش نعس مرتاحه وصافي. صحباتي العزاز كيف ما قلت لكم خليت القرايه ديالي يعني حتى العام الجاي ان شاء الله نشوف الا قديت لاش تنوفق بين ديك الساعه كون دنيا شوب ما نعرف ديك الساعه ما تعرفين من هنا العام الجاي كيفاش غادي تبدل الامور، واش المهم ديك الساعه نكون اورغانيزيت راسي حسن تعلمت شحال من حاجه جديده، لهذا ديك الساعه العام الجاي ان شاء الله رجع سينو العام الاخر ولا نقرا في الدار، المهم ديك الساعه اورغانيز راسي، ما هذا العام بغيت نعطيه كما قلت لكم كبدايه مشروع شويه صعيب، يعني لهذا بغيت نعطيه لدانيا شوب باش ما نقدرش نتخلى كاع داكشي كيعجبني، يعني غادي نقدر نخلي داري وبنتي وكلشي نعطيهم وقتهم من بعد يوتيوب انستغرام ودانيا شوب، يعني هادشي كلشي نقدر نعطيه وقته وانا مرتاحه بلا ما نعصب راسي. سؤال اخر البنات اللي كتسولوني بزاف هو واش يوتيوب وليت كندخل منه فلوس بزاف على حكم ان دابا عندي 80,000 متتبع وزعما مشاهدات كما كتشوفوا مره طالعين مره هابطين وغادي هكاك شحال هذا الصراحه فاش يلا بديت يوتيوب كان كيحسب لي ملي غنوصل 100,000 ابوني غادي نولي نتخلص خلصه، يعني كما كنقولوا مبرعه خلصه بحال اللي انا خدامه على برا داكشي، ولكن نو يعني من بعد ما دخلت ليوتيوب وشفت هذا المجال هذا لا علاقه داكشي كاع اللي كنت كنسمع ولا داكشي كنت كنتخيل، مثلا دابا البنات انا عندي 80,000 ابوني ومشاهده كما كتشوفوا كما قلت لكم مره طالعين شويه مره هابطين، بحق ما عمرهم كيطلعوا بزاف لانه كما قلت لكم ما تابعش واحد المحتوى اللي هو مطلوب في اليوتيوب المغربي، اللي بغيت نقول لكم هو انه تقدر تكون واحد البنت عندها نفس المشاهدات ديالي سمحوا لي البنات ونفس المتتبعين ديالي، ولكن الخلاص غيكون مختلف، يا يعني اما هي طالع عندها اكثر يا يعني اما انا طالع عندي اكثر والعكس صحيح، لانه على حسب المتتبعين ديالها ملي كيشوفوها اش من بلدان كيشوفوها شحال من دقيقه كيشوفوا وعلى حسب هي شحال من دقيقه كدير مثلا في الفيديو، وغادي هكاك على بزاف ديال الحوايج شحال من فيديو كتحط في يعني في السيمانه ولا في النهار كاين اللي كيحط جوج فيديوهات في النهار، يعني على حسب هادشي، لهذا انا بغيت نقول لكم يمكن هي اكفس يوتيوبرز مغربيه ولا في اليوتيوب المغربي، يمكن اللي كنشد هاد الخلاص بهاد لي زابوني عندي وهاد لي مشاهدات اللي عندي على حكم انه ما كنحطش فيديوهات كما كتلاحظوا دائما، يعني كنحط وقتاش زعما ما كان عندي واحد الوقيت ما كان ما بقيتش كنبين على راسي ولا كنحط شي محتوى اللي يكون هكا غير مزروب مزروب لا، يعني لهذا كما قلت لكم يمكن انا هي اكفس وحده كنتخلص، لهذا شحال منكم كيقول لي عوض باش وليتي زعما خدامه في يوتيوب وليتي لاباس عليك ولا هذا وداكشي نو، نقول لكم انا اصلا باقا ما كنشدش حتى ما عرفتش شحال تخلصوا الناس في المغرب، ولكن المهم ما كانش يمكن ما وصل حتى شي خلصه ديال اقل واحد يمكن يتخلص، لانه ما كنظنش كاين واحد يتخلص هذه الخلصه اللي انا كنشد دابا حاليا شهريا، يعني شي حاجه قليله شي حاجه قليله وكاين غير جوج الاصفار، يعني اقل حاجه في جوج الاصفار، يعني شي مرات كنفوت شويه نقولها لكم، يعني شي مرات كاينه 100 دولار وشي حاجه وشي مرات 100 دولار، يعني على حسب، يعني سي كاين شي مرات طلعه ليا الفلوس مثلا في الصيف اللي فات وداكشي واحد شويه مثلا 300 200 وشي حاجه، ولكن دابا نقول لكم حاليا 100-105 دولار ماشي اورو، يعني الا صرفناهم راه كتجي قليله على 100 اورو، لانه كما قلت لكم ما كنحطش فيديوهات يوميا ما كنحطش دائما وما تابعش، يعني هادشي اللي كيبغيو الناس يشوفوهم كنتابع داكشي اللي كيعجبني انا اللي كنرتاح فيه انا وصافي، داكشي علاش يعني انا يوتيوب كما قلت لكم باقا هي ما تزاد عليا حتى شي حاجه ما نقص عليا حتى شي حاجه، ودوك الفلوس دابا اللي كنشد يعني كنخدم به الماتيريال شحال من حاجه يعني كتخص القناه، يعني كنخسرو بداكشي اللي كيخص القناه ديالي، مثلا الرينغ الكاميرا نصاوبها مثلا الديكوراسيون، يعني المهم بحال قلت يوتيوب داكشي كنشد منه كنخسرو على يوتيوب، حاجه واحده اللي كنستافد دابا من يوتيوب حاليا هو لي كولابوراسيون، يعني ولي كولابوراسيون ما كنقبلش كلشي لاني كنقبل داكشي اللي عارفه غادي يعجبكم وغادي يفيدكم واكيد يعجبني حتى انا، اما الا ما كانش غادي يعجبني اكيد ما كنقبل شي كولابوراسيون، لان الا ما عجبتنيش انا ما غاديش نبيع لكم واحد الكولابوراسيون ولا نبيع لكم واحد الحاجه اللي انا ما عجبانيش، مثلا هاد الجاكيطه ما عجبانيش ما غاديش نقول لكم بنات راه عجباني وكذا هذا باش تشريوها نتوما نو، يعني لهذا حتى الكولابوراسيون داكشي محدود، ولكن الحمد لله اللهم داكشي يكون زعما شي حاجه
حقيقة زعما شي حاجه تكون حقيقه ماشي كذوب على الناس، ما نخدعش الناس، ما نكذبش على الناس، ونكون انا مرتاحه والناس مرتاحه بيني وبين الله سبحانه وتعالى، ونبقى مزيانه معكم. وصافي البنات هذا هو السؤال الاخر. البنات سولتوني واحد السؤال، وخصوصا واحد البنت ديما كتسولني عواطف، وريني فين كتحطي حوايجك. الا جيت نوريك فين كنحط حوايجي غادي نوريك ثلاثه البيوت من داري، يعني نوريك ثلاثه البيوت من داري غنوريكم داري كامله. وانا كيف ما قلت لكم ماشي من نوع اللي بعدا حاليا ضد الفكره اني ندور، ومحال شاطون عندي على هذه الفكره ولو يعني دوز اعوام واعوام، يعني اني ندور نوري داري كامله، لانه كلشي غيولي عارف الباب منين يدخل منين يخرج، يعني داري تولي كلشي عارفه كيفاش دايره، وهذيك حاجه يعني كتبقى شخصيه. مازال نقدر نبين الصالون الكوزينه ولكن داكشي الاخر نو، لانهم بيوتهم ما كيدخلش لهم اي واحد، حتى من الضيف اللي كيجيو عندنا ما كيدخلوش لنا لبيوتنا اي واحد. لهذا كيفاش انا غنصور لكم داري كامله؟ لهذا نو سمحوا لي واحترموا قراري. لهذا كما قلت لك الا وريتك الا وريتك حوايجي في الحطام غادي تشوفي ثلاثه البيوت من داري. يعني بعدا كنت شاده ماريو عادي شويه، بديت انا من نهار درت الحجاب صراحه وليت كنبغي نشري حوايج بزاف، خصوصا الطوال، فين ما لقيت حاجه طويله كنشريها. يعني انا اصلا كنت مبليه بالشرايه، راكم شفتوني البدايه ديال يوتيوب ديما كنت كنشري ديما ديما ديما، وباش درت الزيف وليت كثر كنشري، لاني دائما كنبغي نحرص على الاناقه ديالي والحوايج يكونوا طوالين. لانه كتقول لي ماما انا مضروبه على الشرويات، يعني كيعجبني نلبس الحوايج الجديد الالوان جداد وداكشي، فاش بغيت ندير الزيف قلت عواطف غتبقى يعني نفس عواطف، ولكن غير هو غتلبس الحوايج طوالين وفضفاضه. هذا دائما فاش كنلقى شي حاجه شي ستيل عجبني شي حاجه شي هميزه ديما، يا اما هذه هميزه يا اما هذه لا ما غاديش يعاودوا يجيبوها في كوليكسيون جديده. المهم صافي تبديت في الشرايه. لهذا كما قلت لكم عندي هنا الماريو ديالي اللي كان عندي ماريو هو هذاك، يعني حد قد عامر ديالي بوحدي شويه. خديت واحد العلاق من هذوك اللي كيقول لهم سمليونيا بورا، ولكن داك العلاق بحال هكا اللي كيكون فيه جوج بيرتشاس حتى هو عمرته بالحوايج. من بعد كان الماريو اللي كتحط فيه دانيا حوايجها، حيد منه حوايجها عطيته بلا مع الماريو ديال باباها، وجديت انا الماريو الاخر. يعني دابا عندي جوج بوروس، يعني وعاد مؤخرا خديت واحد البورو دابا حاطه فيه غير بليزر. يعني بحال قلتي عندي جوج علالق، عندي علق واحد اللي فيه غير وحده، وعندي واحد فيه جوج، وعندي جوج ماريويات، يعني هادو كلهم حاطه فيهم حوايجي. يعني نقول لكم شويه باش تعرفوا كيفاش كرهت بحوايجي. بالنسبه للبنات اللي ما عندكمش لي سباس مثلا، عندكم الماريو عامر، لحقاش قالت لي واحد البنت زعما الحوايج عندها حوايجها العاديين وعاد خصها فين تحط، ما عندهاش اتساع. يعني انا هكا كنظم حوايجي، كنحط كما قلت لكم هاد البروس هادو كينفعوا بزاف، خصوصا الا خديتو اللي كيكونوا فيهم جوج بلايص للتعلق، باش البلاصه القصيره تعلقوا في داكشي القصير والبلاصه الاخرى الكساوي، كيساعد بزاف. تحطوني تحت الماريو ديالكم صراحه كيساعد بزاف بزاف بزاف، وبحال عندكم ماريو واحد اخر. وعاد باش كما قلت لكم الماريو كنحاول نضم حوايجي مثلا اللي مطويين واللي معلقين واللي زعما البيجامات ديال الدار وداكشي. يعني كيف ما قلت لكم انا شرحت لكم تقريبا راني زعما مستوليه على الدار كامله من ناحيه الحوايج، كاع البيوت اللي نقدر نحط فيهم حوايجي راه كنحطهم فيهم وصافي. هذا هي الاجابه على السؤال اللي كتسولني، كما خصوصا كما قلت لكم واحد المتتبعه دائما كنلقى السؤال ديالها. والسؤال نقولوا لي بزاف ديال البنات بغيتوه زعما كاستفاده، وكتسولوني بزاف في الانستغرام في البريفي وداكشي، اكيد ما نقدرش نجاوب على كلشي، كنجاوب على اللي خديت عليه. حقاش هذا واحد السؤال اللي يعني انا براسي ما نقدرش دابا نجاوبكم عليه، اللي هو مثلا تجربتي مع المشروع ديالي، ولا كيفاش بديت هذا المشروع، شحال ديال الفلوس خصني، شحال يعني بحال هادشي انا اصلا ما نقدرش دابا نهضر لكم عليه، حتى ان شاء الله نجح في المشروع ديالي. كيفاش غنهضر لكم على واحد المشروع وانا يلاه باديه فيه، ما عرفتش راسي واش نجحت فيه ولا لا. انا الحمد لله حاليا غاديه مزيان بالنسبه ليا، كنحس راسي غاديه وكنطلع، ولكن ما بغيتش نهضر على حتى شي حاجه حتى ان شاء الله نتمنى نجحت في المشروع ديالي. يعني ملي غنجح فيه ديك الساعه نقدر نعاود لكم جميع لي ديتاي باش تستافدوا، اما دابا ما عندكم باش تستافدوا لاني انا براسي دابا يلاه باديه. تجربتي ولا النصيحه اللي نقدر ننصحكم بها، هو الا كانت عندكم شي حاجه في راسكم وشتو راسكم مثلا غادي تمشى لكم ديك الحاجه، حاسين راسكم الا جبتو ديك الحاجه وبتبيعوها غيشريوها الناس من عندكم، ما عمركم تشوفوا فلانه دارت مثلا نقولوا الشيلان وتقولوا لها مشيت انا ندير الشيلان غيتمشاو ليا. لا حق سبحان الله العظيم كل واحد ورزقه، ولكن كل واحد وشنو يقدر مثلا تقدري البلاصه انت اللي فيها تقدري تبيعي حاجه اخرين وانت ما كيجيلكش بالك. يعني تفكري حاولي تلقاي الفكره، الفكره هي كل شيء. انا باش لقيت هذه الفكره راه داز اعوام واعوام، عرفتي شحال مره وانا كنبغي ندير البيع والشراء ولكن ما لقيتش شنو ندير. حتى مؤخرا عاودت لكم القصه ديال هذه كيفاش جاتني الفكره انني ندير يعني دانيا شوب وندير هادشي ديال الشيلان. يعني حتى جات واحد الفكره انه الناس ما كيلقاوش الشيلان وهذا وهذا وهذا، ودرتها والحمد لله يعني وفقني الله. اما قبل منها راه جربت بزاف ديال الحاجات، يعني بداو تجربوا بزاف، يعني جربوا كل اي حاجه طاحت لكم ببالكم. مثلا ما نعرف مشيتوا لشي محل كيدير ليكيداسيون مثلا لقيتوا القوامج، وعارفين مثلا ديك البلاصه كتكونوا فيها البنات ما يعني كيبغوا الحوايج والطوال وما كيلقاوهمش، خذوا ديك القوامج وعاودي فيهم البيع. يعني بديت تجربي، ولكن ننصحكم ما عمركم تجربوا بواحد نقول واحد الثمن كبير، لانه تقدروا تربحوا تقدروا لا. انا ما عمري جربت صراحه نقول لكم البنات، ما عمري جربت نحط زعما نقول فلوسي كاملين في واحد الحاجه نقول انها ما عرفتش شي مره درتها وغلط، ما عرفتش حسيت بحال اللي قلت لكم هضره بحال اللي كنت درتها شي مره، ولكن ما عقلتش لاني صراحه البيع والشراء كما قلت لكم كان حماق عليه،
وقدرت بزاف ديال الحاجات جربتهم ولكن اخيرا يعني اخيرا لقيت الحاجه اللي نرتاح فيها والحاجه اللي الحمد لله وفقني الله فيها حاليا انا متوفقه فيها حاليا ولكن باقي ما وصلتش داكشي اللي بغيت نوصل ليه هي دانيا شوف لهذا خصكم تحاولوا تجربوا بداو جربوا نتوما راسكم يعني قلبوا على افكار راسكم انا هذه الفكره ما عطاها لي حتى شي واحد هادشي كلشي اللي تندير ما عمر شي واحد قال لي شنو ندير يعني كنكون فكرت نهضر مع الناس ديالي كتجيني شي فكره بالليل كنكون نعسه كنفكر في شي حاجه وتانا بدا نجرب شنو خسرنا اشنو خسرنا البنات الا جربنا كما قلت لكم باش ما تحسوش براسكم ضيعتوا فلوسكم مثلا نقولوا جامعين واحد القدر ديال المال ومشيتوا حطيتوه وتشمتوا دائما هزوا الربع ولا النص ديال داك الفلوس اللي تقدروا مثلا نتوما عندكم في بالكم خصكم تحطوهم على داك المشروع لا بداو غير بشويه 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 وبداو من الدار الحمد لله دابا كاين انستغرام كاين يوتيوب واخا انا يوتيوب صراحه يعني بيع وشراء فيه ما كيجينيش زعما شي حاجه زعما صعيب ما عرفت بالنسبه لي انا لحقاش كما كتشوفونا اصلا ما عمري درت شي فيديو غير مره كنذكر لكم لانكم كتسولوني على الشيلان بالحق انستغرام سي واحد البلاصه ننصحكم بها تبداو به يعني ديروا لي كولابوراسيون انا دائما كنقول لي كولابوراسيون شي حاجه مفيده يعني الا بديتوا ديروا شي حاجه بداو ديروا لي كولابوراسيون شنو هما لي كولابوراسيون البنات هو انكم تصيفطوا اليوتيوبرز مثلا داكشي اللي كتبيعوا انا شحال من الناس دابا كيقول لك كديروا الاشهارات لو كديروا ديك لو شتي الاشهارات انا بالنسبه لي نعمه خصوصا اليوتيوبرز اللي كيقبلوا يشدوا من عندك الحاجه بلا فلوس اللي منهم انا اي ماركه كونتاكتات معايا وهضرات معايا وقالت لي مثلا صيفطت لك واخا حاجه جوج حاجات اللي كان ما كان زعما يعني عارفه داك المشروع يلاه مولاتو باديه ما نشد من عندها حتى سنتيم لان يلاه باديه هي براسها انا دابا مثلا في دنيا شوك كنصيفط اليوتيوبرز اللي كنعرف كنصيفط لهم مثلا الشيله اللي بغاو ولا واحد القدر ديال الشيله اللي نقدر انا نصيفطهم وكنقول لهم واش تقدروا تشاركوهم مع البنات اللي عجبوكم وصافي يعني هادو لي كولابوراسيون كيساعدونا بزاف علاش انا الناس الاخرين مثلا اللي باغيين الشيلان وما لاقينهمش يشوفوهم عند فلانه وغيعرفوا منين يشريوهم ويجيو يشريو عندي هي كتستافد بالشيله اللي كنعطيها وانا كنستافد بالناس اللي غادي يعرفوا دوك الناس كيستافدوا لانهم لقاو داكشي اللي كانوا كيقلبوا عليه لهذا لي كولابوراسيون راه نعمه شفتوا ماشي نقمه زعما ولا شي حاجه خايبه سينو راه نعمه لاننا تلقاو داكشي اللي بغينا وديك الساعه اللي ما بغاش شي حاجه راه اكيد تروح ما كيبزك تشري غير هو فاش كتلقاي شي حاجه بحال هكا انا مثلا هي كنت كندور في يوتيوب لقيت مثلا واحد اليوتيوبرز كنعرفها والشيلان انا عندي كناخذهم دائما مثلا موضه انيسا كيتقاموا عليا غاليين ولقيت واحد وحده حدايا هنا في اسبانيا الانفيو شويه رخيص ناخذ القدر اللي بغيت ديال الشيلان الالوان اللي بغيت كيتقاموا عليا كما قلت لكم ثمن زوين اكيد غادي نفرح بزاف 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 وغادي نشكر ديك اليوتيوبرز لانها جات لي هذه الفرصه وكما قلت لكم خصوصا لقيتو يوتيوبرز اللي ما كيتخلصوش لانه صراحه الا كانوا كيتخلصوا كتكون شويه قاصحه لانك يلاه باديه انا مثلا شخصيا ما نقدرش دابا نخلص شي واحد باش يدير لي اشهار لاني انا يلاه باديه براسي انا غادي واحد بشويه بشويه عليا اي هذا اللي بديتو شي مشروع ديالكم قلبوا على شي يوتيوبرز اللي تشوفوهم زعما يقدروا ما وما تحكموش نتوما هضروا معاه كاع اللي كتعرفوا مثلا يقدروا يفيدوكم مثلا في نفس البلاصه اللي نتوما فيها قولوا واش نقدر نصيفط لكم واحد الحاجه ولا جوج نتوما اللي سخاكم به الله ولا اللي قديتو عليه زعما على حسب داك المشروع اللي بغيتي ديرو واش نقدر نصيفط لك هذه الحاجه ولا هذه الحاجه ولا اختاري شنو بغيتي من لاباج ديالي وتقدري ديري ليا مثلا ستوريز ولا ديري ليا فيديو في اليوتيوب تهضري ليا على هذا الشيء ديالي فشي بلوغ ولا فشي في يعني كما قلت لك انت كتستافدي هي كتستافد والمشاهد كيستافد انا شي حاجه هذه عاوناتني يعني ديال الكولابوراسيون يعني اليوتيوبرز اللي درت معاهم الحمد لله جاوا من عندي الناس في الانستغرام جاوا عندي الناس من اليوتيوب جاوا الناس يعني شراو من عندي وكيقول لي رجيت مع فلانه وفلانه وفلانه يعني لهذا كنقول لكم هذه واحد الحاجه اللي كتعاون دابا كنقولها لكم كانسانه يعني دايره مشروع وكيوتيوبرز يعني كتساعد يعني راه ماشي اي ماركه غتجي وتبقى تصيفط لك غير هكاك سينو كتصيفط لك باش الناس اللي عندك يشوفوا راه كاينه هاد الماركه ولا كاين هاد المحل راه كيبيع الا بغيتوا تشريو منه يعني بحال باش تعرف ديك الماركه فين كاينه وكيفاش تشريو منها وكيفاش دايره الجوده ديالها صافي كتبقى مساله ثقه صافي وصافي صحباتي العدد هادو هما الاسئله تقريبا اللي كتسولوني عليهم بزاف 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 كنتمنى نكون استفدتو كنتمنى تكون هانتو ما عرفتش شحال كنتخلص المشروع ديالي تقريبا كما قلت لكم التفاصيل اللي نقدر نعطيكم ان شاء الله ديك الساعه الا مشيت نجحت فيه من هنا ان شاء الله نشوف امتى اكيد غيكون واحد الفيديو اللي غنهضر لكم على تجربتي من ا تزيد ولكن حاليا يلاه باديه لهذا ما عنده حتى شي معنى انني نبدا نهضر لكم على واحد المشروع انا يلاه باديه باقي ما نجحتش فيه يعني يلاه باديه فيه وصافي كنتمنى لكم نهار زوين ولا ليله زوينه وقتاش ما كتشوفوني كنتمنى لكم يا ربي يوفقكم في داكشي اللي كتفكروا فيه وكما قلت لكم بداو تفكروا في الفكره وما عمركم تشوفوا فلانه دارت ديك الحاجه وتقولوا نديرها حتى انا نو لحقاش كما قلت لكم الارزاق بيد الله تقدروا ديروا بحالها وتنجحوا ولكن دائما فكروا في شي حاجه تكون ديالكم الالهام يجي منكم نتوما ماشي من الناس اللي حداكم ولا دايرين بكم حاولوا تشوفوا شي حاجه اللي تمشي زعما نتوما تجيكم الفكره نتوما انكم غتقدروا تطبقوها ماشي غير لجنا نبقاو نديروا داكشي كيشوفوا الناس كيديروا ما عمرك غادي تلقاي شي حاجه ديالك انت حاولي تلقاي شي حاجه ديالك انت اللي ترتاحي فيها اللي ترتاحي فيها انت اللي غتبيعها انت لا تحسي براسك انت اللي جبتي هذه الفكره انا مثلا كنفتخر براسي لان درت واحد الحاجه اللي انا درتها لراسي يعني طحت لي راسي بقيت كنهضر كما قلت لكم مع ناس وداكشي وحسيت ان شي حاجه غتنفع الناس و
يعني حسيت بيها درتها لراسي ماشي حقا شفت صاحبتي ولا فلانه ولا اختي ولا خالتي دارتها صراحه. لهذا كنحس بحاجه زوينه في الداخل ديالي ملي كنهضر لكم على دنيا شوب، لانه يعني غادي يكون حلم حياتي كنتمنى غير زعما يتحقق. وصافي صحباتي العزاز، بوسه كبيره لكم، كنتمنى نكون ما طولتش عليكم، حاولت نهضر معكم كلشي نعاود لكم التفاصيل ديال كلشي، ما سخيتش بكم ولكن خصني نمشي. يلا باي باي عليكم، بوسه كبيره.